أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نواصل على بركة الله تعالى لحفظنا لسورة الفرقان. في هذه الحصة نتعلم من الآية 35 من سورة الفرقان إلى الآية رقم 44 من نفس السورة. فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وجعلناهم للناس آية وأعتدنا
كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما أعيد وقوم نوح لما كذبوا الرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا 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 ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلاً تبرنا تتبيرا وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبرنا تتبيرا وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبرنا تتبيرا وكلاً
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تثبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ
اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا عنا ثلاث هاءات ثلاث هاءات ردوا بالنا منهم لأن الهاء أضعف الحروف العربية أضعف الحروف 29 هي الهاء وعنا هنا في الآية هذه ثلاث هاءات متتاليات فلا بد من الانتباه هكذا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا زيد أم تحسب أن ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها
وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. وننتقل إلى القراءة الفردية التعليمية. فضل، مرحبا. يا مرحبا، هاي تفضلي. شو الدال الساكنة انقلقلوها كما أنا قريتكم. ولقد المطلوب منكم كما سمعتوها تقرأوها، ثم لي منشدش الأحكام كما تسمعها مني أقرأها. قال أنا لا نعرف لا قلق ولا إخفاء ولا غنة ولا مد، كما تسمع مني أقرأ. أنا وقت اللي قريتكم قلت ولقد، ما قلتش ولقد آتينا، عملت كما القلق لهك. ولقد كما تسمعها مني أقرأها.
إذا ما تشدش الأحكام كما تسمع أقرأ. ولقد آتينا، ولقد مش ولقد آت، لا ولقد، أيوة هكذا ديما الدال الساكنة ديما نقلقلوها. ولقد يلا قولي ولقد، لا ماهيش قلقلة هذيك، قول ولقد. ولقد صحيح. ولقد آتينا موسى، آتينا ما ينفعش، آتينا هكذا النون ممدودة كما هي مكتوبة نقراوها. احنا اللي ما ينجمش يحفظ، علاش ديما نعاود ونكرر؟ حتى اللي ما يحفظش تقرا بالصحيح، والا تكون آثما. رد بالك، لان الامام ابن الجزري قال: والاخذ بالتجويد حتم لازم، والاخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود، من لم يجود القران آثم. وفي نسخه: من لم يصحح القران. الاثنين صحاح، هذه صحيحه وهذه صحيحه. من لم يصحح القرآن آثم. علاش؟ قال: لأنه به الإله أنزل. ربي وقت اللي نزل القرآن على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنزله مرتلا مجودا، مرتلا مجودا. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فلما ينجمش يحفظ على قليل أضعف الإيمان، كيف يحل المصحف يقرأ بالصحيح، وإلا يكون آثما. ريت ايش قال الامام ابن الجزري؟ الامام ابن الجزري كالامام البخاري في الحديث، كالامام البخاري في الحديث ايش قال في منظومه في التجويد؟ قال: والاخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القران آثم، لانه به الاله انزل. وهكذا منه، يعني من الله سبحانه وتعالى، الينا وصل، وصل الينا بواسطه النبي صلى الله عليه وسلم، بواسطة الصحابة، عن الأئمة، عن المشايخ، إلى أن وصل إلينا كما نطقه النبي وعلمه للصحابة، لأنه به الإله أنزل. وهكذا منه إلينا وصل. زيد، قال: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. جرب أنت واحد جيب أحد ولقد آتينا موسى، ما يسمع حد، ما هي الجريدة هي ولا نص باش تقراه وتجري؟ لا، القرآن قال تعالى: ورتلناه ترتيلا، خذيناها في الحصة الفارطة، ورتلناه ترتيلا. الترتيل هو إعطاء الحروف حقها. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يهجيه هجاء، كما الإنسان اللي يهجي، يقول لك إنسان مازال أمي بدأ دوب ما بدأ يقرأ، يهجيه بمعنى يقول بسم الله حرفا حرفا، مش بسم الله الرحمن الرحيم، لا ما ينفعش، رد بالك. فأضعف الإيمان كيف تحب تقرأ يوم الجمعة سورة الكهف تقرأها صحيحة، وإلا آثم. كيفاش قال آثم؟ لأنه ثم شكون قاعد يعلم فيك؟ وقتاش ما تكونش آثم إذا ما عندكش شكون يعلمك؟ أما ما دام ثم شكون يعلم فيك وأنت متكاسل وما تحبش تحضر وتجي حصة واحدة وتهرب، علاش تهرب؟ تهرب من شنو؟ هكا تولي آثم، عليك إثم. ولذلك ابن الجزري يقول: من زاد أو نقص حرفا من كتاب الله أثما. من زاد أو نقص، كما هي آتينا، يجي هو يقول آتينا موسى، تغير المعنى، هلك الدنيا. آتينا، هذه نون العظمة، آتينا، من شكون أعطاه سيدنا موسى؟ الله سبحانه. آتينا، نحن آتينا موسى. كيف تقول لي آتينا موسى وليت نون نسوة؟ تغير المعنى. فترد بالك، إذا كان عندك شكون يعلمك ومتكاسل وتجي حصة وتهرب، آثم يوم القيامة تسأل. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. يوقفك ربي ويسألك، يقول لك أنت عندك شكون يعلمك، علاش ما تجيش وتتعلم؟ مش تقول، تقول والله قاعدة في القهوة خير، ولا قاعدة نتفرج في الماتش خير من الجامع، ولا نقف قدام الجامع نص ساعة وأنا نقطع والريش خير من حصة الإملاء، مش تقول له رب. فلذلك الامر راه خطير، وانا ما نحبش نكبس برشا باش ما نهربكمش، اما راه الامر خطير. اذا ما تنجمش تحفظ على قليله كيف تحل المصحف تقرا بالصحيح، والا تكون آثما يوم القيامه. اي هذه رموش فيك انت، هذا للناس الكل، خاطر ان نراه ثم شكون يجي حصه ويهرب، علاش تهرب؟ مش هو تهرب، يلزمك تتعلم، حرام عليك تولي آثم. اي نعم. فبالتالي وقت اللي نقراه بالصحيح، قال والله ما نجم نحفظ، اقرا بالصحيح.
ما تقوليش ولا قد آتينا موسى، ما ينفعش، إذا غالط تكسر في كلام ربي حرام عليك. ولا قد آتينا موسى، مش آتينا موسى، ما ينفعش. ولا قد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ترى عود، ها قول بخي. ولا قد، لا ولا قد، ولا قد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. اي نعم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم. غنها كلمين، فدم اعمل غنها، فدم تدميرا. اي وقوم نوح، وقوم ولا وقوم، اي كلمة نوح لما كذب. غن غن لحظة واحدة اسمعها مني. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. قول. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. 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 واعتدنا. وين الهمزة؟ وقت نقول واعتدنا صحيحة. هيك كما هي مكتوبة، اقرأ لي المطلوب منك كما هي مكتوبة. ثم همزة قطعية، ألف وفوق همزة، وأعتدنا مش وعتدنا، وأعتدنا وأعت وآ، قول وآ. وأعتدنا صحيح، عودة عاد بصحيح، وأعتدنا، يلا قول. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. كافي، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير وفتح الله عليك. ممتاز. لا لا داوم معنا، وكما تسمعها مني اقرا، اكه اكه المطلوب منك، كما تسمع اقرا. ربي يبارك لك، ربي يحفظك، بارك الله فيك. اي سيدي اللي بعد، منين باش نبداو؟ من اليمين تفضل، اي مره اليمين ومره من اليسار، اي تفضل، مرحبا بك. اي وعادا وثمودا واصحاب، مش واس، هي بالصاد ولا بالسين؟ هذا يسموه لحن جلي، هذا يبدل حرف بحرف يتغير المعنى، ردوا بالنا. ثم في التجويد لحن يتسمى جلي ولحن خفي، اللحن الجلي اللي يعمله متعمد يفسد المعنى كابدال الصاد سين، ها، او ياتي احيانا في حركات الاعراب، مثلا يجي يقول الحمد لله، مثلا الحمد غير المعنى، الحمد أصبح لي هو الحمد لله سبحانه وتعالى. هل لحن الجلي إما يأتي في إبدال حرف بحرف، السين يبدلها صاد، وإلا العكس، وإلا بحركات الأعراب، هذا ينتبه له لأنه يغير المعنى. إيه نعم، ردوا بالنا منه. وين؟ وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. ممتاز. وكلا، لا ما تقولش وكلاً، ما تلصقش لسانك الفوق، قول وكلاً ضرب، اللسان مريح أما مهيئ، ايش معنى مريح؟ ما هوش لاصق الفوق فقط، أما مهيئ على الحرف اللي بعده، يعني هو متهيئ على الحرف اللي بعده. وكلاً ضرب، شنو باش ننطق أنا وقت نقول هكا؟ وكلاً شنو باش ننطق زعم؟ ضاد، انا مهيئ لساني وجايب غنه من الخيشوم، هاك الغنه هذيك صوتها مفخم، شفتها كيف؟ انا مهيئ لساني على الضاد، انت كي تسمعني باش تقول هذا باش ينطق ضاد، اما كيف نقول لك هكا؟ وكلا شنو باش ننطق؟ قاعد ننطق في نون مظهره، قاعد ملصق لساني الفوق وجايب نون وعامل غنه من الخيشوم، خطا. لا، اللسان مهيئ هكذا على الضاد مع غنة وصوتها كالغنة مفخم، علاش؟ على خطر الضاد مفخمة. القرآن سبحان الله مرتل في كل شيء، حتى في نطقه معجز متتابع مسترسل، حتى في التجويد متاعه، شوف بعده مرقق تمشي للترقيق، بعده مفخم، سبحان من من نطق به. اي نعم. قال وكلا ضربنا على الضاد مباشرة، وكلا ضربنا، مش وكلا، لن هذه ولاسقة الفوق خطأ، ولات نون مظهرة، بينما التنوين كالفتحتين حكمه هنا إخفاؤه معهن من الخيشوم. وكلا ضربنا،
وكيف نبدا نصلح ما تبداوش كيما الصوفيه عاملين روسكم هكا. لا، الصوفيه خليهم في الجوامع يشطحوا كيما يحبوا هما. القران لا، قال وانك لتلقى، يلزمك تخزر لي. ها صغار نبداو نقريو فيهم في الكتاب، يا ولدي اخزر لي اللي يتثاوب الصباح واللي ناقص نوم واللي مازال يحك في راسه واللي مازال ما قامش بالباب، وتظل تقري فيه وقول لك من شر العقاب، خاطر مش يخزر لك كيما هك. اخزر لي كيف كبارا وصغارا، يلزمك تخزر لي، مش انا نعيط ونصيح وتشد مخه لا، اخزر لي اخزر لي، انا قاعد نبين لك توا في النطق كيفاش باش يكون. وكلا ضربنا له الامثال، هكذا كما انا حطيت لساني وسمعت الصوت. وكلا ضربنا له الامثال، هكذا قول. وكلا ضربنا له الامثال، امشي. وكلا لا، الثانيه غلط. وكلا تبرنا تتبيرا، تبر والراهنه مفخمه، ما نقولش تبر، لا تبر، برنا تتبيرا. وكلا تبرنا تبابا، تبرنا تتبيرا، لا ماهيش تت، ماهيش مقلقله هي، تتبيرا سكنها، تتبيرا صحيح. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت، ما يش أو أمطرت، أو التي أمطرت، أمتي ولا أمطي، أمطي فخم الطار، التي أمطرت مطر السوء، السوء السوء، لا لا اسمعها مني، السوء هكذا، السوء. أيوة. أفلم يكونوا يرون، يكونوا، شفت هذا التغيير فاحش للمعنى، يكونوا هذيك واو الجماعة اللي راو، شكون هما، واحد ولا اثنين ولا مية، هذه مجموعة واو الجماعة، قال لك أفلم يكونوا يرونها، ها وقت اللي تقول لي يكونوا يرون تغير المعنى جملة واحدة، واحد برك، أفلم يكونوا يرونها، مد المد، أفلم يكونوا يرونها، صحيح، بل كانوا لا يرجون نشورا. كافي، يعطيك الصحة، بارك الله فيك وفتح الله عليك، امشيوا من هنا اللي صار، تفضل. أي مرحبا، أي بسم الله. وإذا رأوك إن، أرفع صوتك باش يسمعوك المجموعة كله، نسمعوك. أوكي. وإذا رأوك إن يتخذون، ما نقولش إيه، هذا صار مد، هو ناء نون مدغمة في الياء مع الغنة. وإذا رأوك إن، اسمه إدغام مع الغنة مش إدغام فقط، تو كثير تو الخطأ هذا موجود، يقولوا خطأ، هذا أدغم وحذف الغنة، لا هو اسمه إدغام، يعني ندغم النون في الياء مع الغنة. وإذا رأوك أو تسمع في الغنة موجودة، وإذا رأوك صوت مشترك، كيف تقول أنت 50% من الفم و 50% من الخيشوم، فرض وقت 50 من هنا و 50 من هنا. وإذا رأوك إيا، الخطأ إيا، خطأ إيا، صواب واضحة، يلا قول نمشي، قول عاد. وإذا رأوك، وإذا رأوك إيا، غن مع الغنة، وإذا رأوك إيا، بقي إيا إيا إيا، صوت فموي خيشومي الاثنين معا، إيا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله، مش بعث، بعث كل مرقق، بعث كل مرقق، أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان، كيف قلت لك إن إخفاء مع غنة، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن، لولا ما ينفعش عاد، لام ألف كيفاش نقراها اللام ألف،
لولا أن ما خطأ إيه؟ لولا أن صبرت. مش أن ما يش نون مظهرة، إخفاء. لولا أن لولا أنصى، واضحة؟ أنت تقول هكا لولا أنصب، أن نون مظهرة، ملصق لسانك عند اللثة فوق، خطأ. لولا أنصى أنصى، يلا قول. لولا أن صبرنا صبالة صباء، لولا أن صبرنا عليها نمشي. وسوف يعلمون، وسوف نحن الغنة هذه ما فيهاش غنن، الحروف هذه كلها خالية من الغنة. وسوف وسوف مش وسوف، وسوف وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل، من أضل، من أ من أضل أضل، كان الضاد مفخم الباقي مرقق. من أضل بيت ماهيش أضل، أضل أضل، من أضل سبيلا. كافي بارك الله فيك، شكرا. أي سيدي نشوفه من هنا، هاي واحد تفضل أنت، الاثنين أي سير شاي تفضل. نعم قول هاي، أرفع صوتك سيدي. أرأيت من، لا ما يشقى قالون، يقول أرأيت أرأيت، ريتهم همستين أرى هي أرأيت وأرأيت. بعض القبائل العربية ما ينجموش ينطقوا الهمزة، عندهم الهمزة ثقيلة، فش يعملوا يسهلوها، ما ينجموش يقولوا همستين في جرة بعضهم، ما ينجموش يقولوا أرأيت بعض، فش يعملوا يجيبوا لولانية مسهلة فيقولوا ثاني يسهلوها أرأيت 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 أرأيت، وهذه قراءة قالوا. نعم أرأيت، ماهيش أرأيت، أرأيت أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت لا، أقرأ الآية بالصحيح، نقصت زوج حروف. أرأيت 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 من أرأيت أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت، أفأنت مش فأنت، وين الهمزة؟ أفأنت تكون، أفأنت اخفي النون مع الغنة، أفأنت تكون أنت تكون عليه وكيلا، وكيلا وكيلا أيوة. أم تحسب أن أكثرهم، مش أكثر، أكثرهم، أم تحسب أن، مش أتحسبوا، لا أم تحسب أن أكثرهم، أم تحسب أن، مش تحسبوا، فيهاش مد الباء كما هي مكتوبة أقراها. أم تحسب أن، أم تحسب أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إنهم بين الكسرة مش أنهم، أنهم ولد بالفتحة، إنهم إنهم إلا كالأنعام، إلا لم ألف مد، إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كافي يعطيك الصحة بارك الله فيك. بعد انت شبابي طيب يقرأون بعد انت، مرحبا بك تفضلي. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون، ما يش ها هارون ها مرقب، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. نعم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. نعم. فدمرناهم تدميرا. لطيف. وقوم نوح لما كذبوا، غن الميم الميم المشدة، وقوم نوح لما، وقوم نوح لما كذبوا، غن لما، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغلقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين، مش للظالمين، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. اي نعم. وعادوا وعادوا دولة وعادوا وعادوا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بعد
بين ذلك كثيرا. نعم. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. كافي بارك الله فيك، كافي، الوقت يداهمنا ان شاء الله. اي تفضلان تفضلان، مرحبا. نعم. واصل. ولقد أتوا على القرية. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت. لحظة، أمطرت أو نضمش في ورقق الهمزة. أمطرت أو أمطرت أمطرت، مش أم، هيش مقلق للميم. أم أو أم أمطرت، قلقلش الميم، مش أم أم، سكنها، لس بشفيك على بعضها. أم طيرت. أي. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت. بقي أم، إيش أم؟ أم طيرت. أم سكن شفيك، خليهم شغل بوك. أم طيرت. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت. بقي فيها خطأ. أم طيرت عادية، شوف أم طيرت. أمطرت عادية، هيا قول. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت. بقي أم، أمطرت أم. هاي يسالش قول. ولقد. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. سوء، قف عليها. التي أمطرت مطر السوء. صحيح. أفلم يكونوا يرونها. مش يا. أفلم يكونوا يرونها. أفلم يكونوا يرونها. صحيح. بل كانوا لا يرجون. لا ير، دي ملياءات رقوة، مش يا. يا بل كانوا لا يا، مش بل كانوا لا يا. يا يا بل كانوا لا يرجون نشورا. صحيح. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا. صحيح. هذا الذي بعث الله رسولا. كافي، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. داوم معنا إن شاء الله في كل حصة إن شاء الله، نتحسنوا مع بعضنا. يا مرحبا، تفضلين. اهلا وسهلا. واصلين. ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا. لولا ان صبرنا. لولا ان صبرنا عليها. نعم. سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. من رقق، ما هيش من هي من من أضل سبيلا. أي. أفرأيت أرأيت صحيح. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قلش تكونوا، تكون عليه. صحيح. أفأنت تكون عليه وكيلا. نعم. تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. أي. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صحيح، ممتاز، بارك الله فيك. أرجو من هنا وين وصلنا؟ تفضل. أعطيني جماعة جدد مثال شنت. انت تبارك الله، تبارك الله، اهلا وسهلا. انا اخونا، تفضل انت، انت بالمرايات، انت 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 بالمرايات، تفضل. تبارك الله، تعال تبارك الله، تو متميز، تفضل. اي اي من اول ثمني. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه. وقت يقول وجعلنا، أنا سمعت النون واللام ما سمعتهاش، هي وجعلنا، يلزمني نسمع الاثنين اللام والنون. وجعلنا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. صحيح. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا.
اي نعم. فدمرناهم. غن فدم اعمل غنة الميم. فدمرناهم تدميرا. لطيف. وقوم نوح لما. نوح لما التنوين هكا الكسرتين في اللام. نوح لما قول. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. اي نعم. وعادا وثمودا وأصحاب الرس. الرس كي باش نقف إياكم أن تقفوا على المتحرك، نقفوا على الساكن دائما وأبدا، مش الرس، قل الرس. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. كافي، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، تفضل. أهلا وسهلا، يا مرحبا، تفضل. عليكم السلام. ما كانش خذ مصحف نجم تراقبك، تفضل. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. لا يكونوا يرمت. أفلم يكونوا يرونها. هي. بل كانوا لا يرجون نشورا. تس. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا. لا يتخذونك زد ألف. وإذا رأوك إذ يتخذونك إلا هزؤا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا. 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 هكاك. هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. صبرنا. صبرنا عليها. حكيك. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. كافي، أما ممتاز، ما شاء الله بك، جيد. بعض التحسينات ولكن القراءة سلسة جيدة ممتازة. أي سيدي، تفضل. أهلا وسهلا، زي صباحك. يا معين يا الله. وعليكم السلام. ولقد أتينا. لا أقول إن كاد ليضلنا، ما هناك وقفنا احنا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. اقرأ من هناك. إن كاد، اخفي مع الغنة. مش لا، لا يضلنا. مش لا يضل، تغير المعنى، رد بال. إن كاد لا يضل، لا يضلنا، لا يضلنا. إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. صبرنا. صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أضل ولا أضلوا؟ أضل سبيلا. صحيح. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون، أفأنت تكون عليه. تكون عارف بالرفع، ردوا بالنا من الشكل. تكون عليه وكيلا. صحيح. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. يعقلون دائما وأبدا نقف على السكون، قلش يعقلون، قل يعقلون دائما وأبدا السكون. ليش يقول الحمد لله رب العالمين؟ لا، العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، مش الديني، لا، ردوا بالا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. إلا لم ألف حركتين. إلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بارك الله فيك، يعطيك الصح، جيد.
تفضل عم سلمان. بعد طول ارجو من هنا هاي تفضل. مثل الوقت يمر سريعا. يا اهلا وسهلا تفضل. ولقد كما صلحت للإخوة يلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وين الراء ما سمعناهاش؟ وجعلنا عاود من هنا هاي. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. هارون وزيرا. هارون وزيرا. واصل. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. تدميرا. صحيح. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. كيف يعطيك الصحة يا عم سالم. شكرا. تفضل انت على العرس. تفضل. اي يجي مرحبا بيك. اهلا وسهلا. واصل سيدي. قول. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. صحيح. وكلا ضربنا ضرب قلق للباء الساكنة ضرب ضربنا ضرب خففها. شوف أسهل خير من ضربنا. ضرب لا ضرب خففها. ضربنا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. أي. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون مش يرجون عترك بالك كانوا لا يرجون نشورا. صحيح. وإذا رأوك رأوك كل مرقب إلا الراء رأوك. وإذا رأوك مش رأو أو لا رأوك 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 لا رأوك رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا. صحيح. هذا الذي بعث الله رسولا. كافي بارك الله فيك. جيد ممتاز. هاي يسالش شكون مشدود. هاي سيدي أنا باش نعيط لك. مرحبا بيك تفضل. هاي سيدي كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا صابا مش صابا صابا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا عن أظهر النون عند حرف الحلق. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا ذيك الهمزة ممدودة آلهتنا. لولا أن صبرنا عليها. صحيح. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. نعم. أرأيت لا مش أرأيت أرأيت سهلها. نعم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه افتح الواو. أرأيت نعم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. إلا ديما اللام ألف نمدوها ما نقولش إلا كالأنعام إلا كال لا مد أم تحسب أن أكثرهم
أكثرهم يسمعون أو يعقلون أي. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فتح الله عليك وبارك الله فيك. تفضل أي. الابن لا تفضل الوالد ومن بعد انت تفضل. اي نعم. انت تو المصحف اللي في يدك هذي برواية حفص، واحنا الرواية اللي نقرأ بها قالوا يلا خليه ميسالش او لعل مستنسب هذا ولا كيف كيف. يلا قول اي بارك لك. من أول الثمن الآية 34 أو 35 ولقد آتينا موسى الكتاب. ها ولقد آتينا موسى آتينا ولقد آتينا 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 موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. اي نعم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا بآياتنا مد يا شيخ بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل وقوم نوح نوح مش نوحا قوم نوح لما كذبوا لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية آية يقف على هكا آية وجعلناهم للناس آية 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 مش آية آية نحب نسمع ها في الآخر آية آية زيد قول ما تخاف آية 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 وين الهمزة وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. يا لطيف أمش وعادا وثمود وعادا هما في جرة بعضهم ربي أهلك عاد وبعد جاء ثمود فأهلكهم حتى التنوين يدل على أنهم متتاليين. شوف وعادتي لحظة وعادا وثمود كلهم في جرة بعضهم الأمم هذوما جاءوا في جرة بعضهم حتى في التلحظة تكلم وحدي وعادا وثمودا وأصحاب الرس هما في جرة بعضهم جاءوا هذه أمم أهلكها المولى عز وجل لما انحرفت وعادا وثمودا وأصحاب الرس. قف هنا يلا قول وعادا وثمودا وأصحاب الرس وأصحاب وأصحاب الرس وقرونا اي بين كملهم عاد مع بعضهم وقرونا بين لا مش وقرونا ما هيش مقرونة هي سيدي وقرونا بين ذلك وقرونا نم اخزر لي ليانا وقرونا بين ذلك وقرونا بين ذلك كثيرا اخزر لها ما هيش مكتوبة في جبيني انا اخزر المصحف كيفاش وقرونا وقرونا بين ذلك كثيرا وقرونا بين ذلك كثيرا أي وكلا ضربنا ضربنا قلقل وكلا ضربنا له الأمثال أمثال كيف اشتغف على السكون وكلا ضربنا له الأمثال ضربنا تمد يا شيخ ضربنا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا عشرة على عشرة ممتاز بارك الله فيك هاي اللي بعد تشوفوا من الوليدات تفضل هاي هاي يعطيك الصحة ما عادش تهرب ديما احضر معنا سيدي اي نعم قول بسم الله بدون بسم الله امشي بسم الله ديما من الاول ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها أي. بل كانوا لا يرجون نشورا نعم. وإذا رأوك إن يتبعونك إلا هزؤا أهذا الذي
بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ممتاز، ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك، ما شاء الله، تفضل. أحسنت. هاي النوع، هاي أرأيت الآية دي، هاي أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما شاء الله عليك، أحسن، ما شاء الله عليك، هذا يحفظ ربع ربع ياسين الكل أكثر من عمره، فضل من الله عز وجل. ها هكا حصة بالأسبوع والوليد هذا كيف كيف ربع ياسين زاد كيف كيف وخوه زاد توامة ها من حمام الشط من هنا حصة بالأسبوع يجيو كل نهار مرة في الأسبوع ما شاء الله عليه وكفاز وخذوا جائزة أما أنا ما قسمتش معكم الجائزة ها والله لما تكون مسابقة حقيقة كانوا عندنا ضيوف حقيقة قالوا التنظيم ممتاز كل شيء ممتاز لكن اللي لاحظوه هو الحضور المحتشم حقيقة في الصباح تو نهار راحة كان من المفروض أن الناس ساعة تجي تسمع القرآن وكذا كان عندنا ضيف قال لي لو كان عندنا المسابقة بهذا الحجم وبهذا التنظيم في السنغال قال لي والله العظيم قال لي الحضور حيكون آخر المسجد برا وكان الشيخ محمد الحسن بوسو هنا والتي تحصلت على المركز الأول في دبي كانت تقرأ وتعلمت القرآن على الشيخ بوسو فمثلت السنغال في دبي فتحصلت على الترتيب الأول يعني الترتيب الأول يعني قال لي لو كان جيت المسابقة بهذا الحجم لكان العدد يكون محترم مش أربعة من الناس وخمسة من الناس فماذا بينك تبدأ ثم مسابقة ولا دورة علمية ولا كذا نحضر حضروا صغيراتنا ونسمع القرآن أنت في عبادة وأنا ذكرت لكم في الحصة الفارطة قلت لكم هجر القرآن أنواع أه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجر القرآن هجر السماع يعني هجر سماع القرآن تستمع إلى القرآن أبنائنا يرتلوا القرآن ويقرأوا في القرآن بك الطريقة هذيك وانت هجر مش ما تسمعش القرآن لا ثم هجر السماع ما تحبش تسمع القرآن علاش ما تحبش تسمع هجر التلاوة كيف كيف ها فهذه حصة أسبوعية كما ذكرت قبليك ومش نعاود لأن العدد توا ما شاء الله على قليلة كما تنجمش تحفظ دائما وأبدا نعاود نقول جي تحضر معنا حصة كما هكا باش تقرأ بالصحيح كيف تحل المصحف وتقرأ سورة الكهف يوم الجمعة تقرأها بالصحيح انت باش تقرأ ورد قديش نقراوه كل واحد فينا قديش يختم ثم اللي يختم ختمة في الشهر وثم اللي يختم في الأسبوع مرة ثم اللي يختم في أربعة أيام ثم اللي يختم في يوم موجود شكون يختم في يوم ها اي نعم فأنت لما تقرأ القرآن كيفاش تقرأ يلزمك تقرأه بأحكامه بقواعده أضعف الإيمان قال والله أنا توا ما نجمش نحفظ ما عاش ننجم مخي ما عاش ينجم على قليلة كيف تفتح المصحف تقرأ بالصحيح مش تقرأ سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لابد أن تكون هناك القراءة مش تقول لي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تكلها الحروف تك لا آثم آثم فلابد من قراءتها قراءة صحيحة قراءة سورة الكهف تقرأ سورة الجمعة مش تقرأ وردك اليومي اللي من الفاتحة البارح احنا جايين من صفاق صلى بينا واحد الفاتحه مكسره بعد الصلاه قلت له يا ولدي اهلكتها راه الحمد لله الحمد لله والله هكا صلي بينا الحمد لله الحمد لله هكا الحمد لله الحمد لله يا رب والله هكا نزيد عليكم الحمد لله يا رب العالمين مش ربي رب العالمين رب رب هكا رب رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن هكا الرحماني قل الرحمن إياك نعبد وإياك نعبد مش صحيحة قلت له أنا باش نعاود واللي صلاه
يلزمهم يعودوا الصلاة، لأن الفاتحة بالطريقة دي الصلاة باطلة. الصلاة باطلة، مانيش نحكي وقلنا مش مقبولة، القبول بيد الله عز وجل، ما نحكيه على حكم الصلاة. الصلاة بهذه القراءة قراءة غير صحيحة وتؤدي إلى بطلان الصلاة، فأعيدوا الصلاة. فردوا بالنا، ثم الناس تتفاتى يكسبوا كل شيء يتكلموا فيه. يحب يتكلموا، مش تتكلم يا ولدي، تقرأ بالصحيح تقدم صلي بالناس، ما تقرأش بالصحيح شد بلاستك وقعد غادي. أما تتفافى وش تتفافى؟ هاي الفاتحة بتاعك غالطة، ما هي السياسة دي ولا أمور مش تحكي بها، هذا قرآن، يا تقرأ بالصحيح يا شد بلاستك وقعد. فردوا بالنا مع الأشياء هذه، هذه حصة أسبوعية نداوموا عليها، وإلا الإنسان يسأل يوم القيامة. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.